اول حاجه بتدور في دماغ اي حد عايز يفتح مشروع انتاجي الارباح اللي هكسبها منه كام، والمنتج ده مرغوب في السوق ولا لا. بيفكر في الحاجتين دول اكتر حتى ما بيفكر ان المشروع ده راس ماله معايا ولا لا. منتج سهل جدا ممكن ان انت في غرفه في مخزن او في غرفه في منزلك تنفذ المشروع بتاعنا النهارده، واقل صافي ربح ممكن يدخله لك اسبوعيا 3500 جنيه وحاسبته لك بدراسه الجدوى اللي جايبها لك في مشروعك. السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اهلا وسهلا بحضراتكم في برنامج بيزنس مصر. زي ما حضراتكم شايفين كده مشروعنا النهارده ميكسر تصنيع الصابون السائل. النهارده هقول لك ان ازاي الميكسر ده وايه اللي بيتحط فيه المواد الكيماويه. هتلاقيني سايب لك المواد الكيماويه بتاعه تصنيع الصابون السائل، هتلاقيني سايبها لك في صندوق الوصف وفرا لوقت الفيديو. اما بالنسبه لدراسه الجدوى بتاعه الخامات وسعر الميكسر، سعر الميكسر النهارده 250 دولار، ممكن ان انت تجيبه من على الفيسبوك، في شركات كتير جدا عرضاه، وممكن تتصل بالشركه اللي انا سايب لك رقمها في صندوق الوصف هتوفر لك الميكسر لو انت في اي مكان في البلد العربيه او في اي مكان في مصر. طيب بالنسبه لاهميه الصابون السائل، اهميه الصابون السائل النهارده بنستخدمه وبنستهلك منه اطنان الكيلوهات في جميع الاماكن اللي هقول لك على النهارده. بنستهلكه في محلات المنظفات بالاطنان، في الفنادق، في السوبر ماركت، في الهايبر ماركت، في المطاعم، في المطابخ العموميه، في قاعات الافراح، في المنتجعات السياحيه، في مدارس، المستشفيات، وكمان في ناس بتبيعه اونلاين. انت النهارده هتبيع الصابون السائل ده في عبوات زي اللي حضرتك شايفها كده. العبوه عباره عن عبوه بلاستيكيه 5 لتر. العبوه دي انا هقول لك ازاي ممكن تدخل لك صافي ربح ليك كل اسبوع 3500 جنيه بدراسه الجدوى اللي جايبها لك النهارده وادوات المشروع. اما بالنسبه لمواصفات الميكسر دوت، بيبقى عباره عن موتور الماني بالايمل بحديد بتاعه محطوط على تقفيصه حديد كده، وفي النص حط البرميل. البرميل ده معاك فرصة اللي انت تجيبه 250 لتر او 1000 لتر على حسب الطاقة الانتاجية او على حسب الكمية اللي انت عايز تنتجها لكل برميل. بس الانتاجية بتاعتنا بدراسة الجدوى اللي جايبها لك النهاردة مش على انك هتوزع برميل، لا، جايبها لك على انك هتوزع الجرادل او القارورة الصغيرة اللي هي الخمسة لتر زي ما حضراتكم شايفين. اما بالنسبة لادوات المشروع بتاعتك سهلة جدا، ممكن في غرفة فاضية في بيتك او مثلا في العمارة اللي انت ساكن فيها او اي مخزن فاضي 50 متر او 40 متر تمارس المشروع بتاعك باسهل ما يمكن. طيب بالنسبة لادوات المشروع هتحتاج المواد الكيماوية، هسيب لك اسامي المواد الكيماوية في صندوق الوصف. هتحتاج للمكان اللي انت هتمارس فيه مشروعك شفاط للتهوية. ليه الشفاط ده؟ عشان انت هتشتغل طبعا في المواد الكيماوية لازم يكون المكان اللي انت فيه جيد للتهوية، يا اما لو مش جيد للتهوية تركب له شفاط عشان يشفط الهواء او يشفط المواد المنتشرة في الجو ويبدأ يجدد لك الهواء بشكل مستمر. لازم يبقى عندك ميكسر التقليب اللي حضراتكم شايفينه في الفيديو قدامكم، الزجاجات الخمسة لتر اللي هي القارورات اللي سبق قلت لك عليها، برميل 250 او برميل 1000 لتر على حسب زي ما سبق وقلت لك، سيارة للتوزيع عشان توزع بيها المنتج بتاعك على الاماكن طبعا. طيب بالنسبة للتكلفة والارباح اللي انا هيعودوا عليا، ايه اللي انا هصرفه على مشروع زي دوت وايه اللي هيعود عليا؟ بص يا سيدي، واحدة واحدة كده خليك معايا في الاسعار. انت النهارده سعر ميكسر التقليب الالماني 250 دولار بما يعادل بالمصري 3800 جنيه، ده سعر الميكسر بس من غير البرميل. الميكسر زي ما سبق وقلت لك شبك حديد، طبعا الحديد بتاعه بتبقى قوايب محمله وعليه موتور الماني وعليه العمود بتاع تقليب الخام في البراميل اللي انا هقول لك سعرها النهارده. سعر البرميل ال 250 لتر 40 دولار بما يعادل 350 مصري. لو انت عايز ان انت تصنع الخامة بتاعتك في 250 لتر اللي هو البرميل الازرق زي ما حضراتكم شايفين كده، في ناس بتجيب البرميل الكبير اللي هو الالف لتر، سعر الخزان البرميل الالف لتر ثمنه 100 دولار، وفي مواقع بتبيعه على النت، وفي بعض الناس اللي بتبيعه في محلات المواتير والترمبات بتاعت المية موفرين عندهم الخزانات الالف لتر ثمنه 100 دولار بما يعادل 1600 جنيه مصري. انت مش هتجيب الحاجات اللي صالحة للاستخدام
استخدام اللي هي الميه اللي بيتحط فيها ميه، لا انت هتجيب الحاجات العاديه اللي متصنعه من البلاستيك العادي، عشان في الاول وفي الاخر انت هتصنع فيها ماده كيميائيه، يعني مش هتحط فيها مثلا ميه شرب، لا انت هتحط فيها مواد كيماويه تتخلط وفي الاخر هتتصب في عبوات بلاستيكيه زي ما حضرتك شايف. سعر تكلفه المكون كله على 250 لتر بيكلفك 130 جنيه خامات كيماويه، يعني خامات الكيماويه اللي انت خلطها على برميل 250 لتر هتكلفك 130 جنيه. طيب بالنسبه لتكلفه الزجاجه، الزجاج انت هتجيبه منين الاول؟ الزجاج اللي هو القاروره 5 لتر دي ثمنها عليك 2 جنيه، لو عايز تجيبها من اي مصنع بلاستيك او اي حد ممكن ان هو وكيل من مصنع بلاستيك يوفر لك القاروره ال 5 لتر دي بتتوفر ب 2 جنيه، طبعا انت مش هتقول له عايز 100 ولا 200، انت هتقول له عايز 5000 او 4000 على حسب الكميه اللي انت عايز تبدا بيها المشروع بتاعك. تكلفه العبوه عليك بلاستيك وصابون سائل بتكلفك 5 جنيه، هتقول لي ليه؟ هقول لك عشان احنا لما عملنا دراسه الجدوى على 250 لتر لقيناه متكلف سعر 130 جنيه، يعني بما يعادل اللتر متكلف 60 قرش، طبعا القاروره كلها بتتملى 5 لتر، يعني بما يعادل القاروره كلها بتتملى ب 3 جنيه او ب 3 جنيه و50 قرش، ده الخام بس تكلفته عليك، زائد سعر القاروره اللي هو ب 2 جنيه، يعني الخامه الزجاجه كلها من غير الاستيكر متكلفه عليك حوالي 5 جنيه، هنوفر لها مثلا 25 قرش اللي هو ثمن الاستيكر اللي عليه اسمك وثمن الترخيص بتاع مشروعك كله متكلفة عليك حوالي 5 جنيه و50 قرش. انت النهاردة سعر توزيع العبوات بتتوزع ب 12 جنيه عشان توصل للعميل ب 18 جنيه، ده السعر السائد في اي مكان، العبوة ال 5 لتر دي بتتباع ب 18 جنيه وفي ناس بتبيعها باعلى من كده، وفي في المناطق الشعبية بيبيعوها ب 16 وب 17 جنيه، انت هتوزعها عليه ب 12 جنيه، ولو عايز توزعها عليه اقل من كده 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 هي متصنعة انت مكلفها 5 جنيه او 5 جنيه ونص، يعني ممكن في بداية مشروعك كمان توزعها ب 11 جنيه وتبدا ان انت تكسب زباين في السوق، بس انا بدراستي النهارده اعملها لك على انك هتوزع القطع ب 12 جنيه على الاماكن اللي قلت لك عليها، ربحك في كل عبوه 7 جنيه، كل عبوه هتيجي ان انت تعبيها وتوزعها بالشكل اللي انا قلت لك عليها، وبرده انا بوعدك ان مشروع زي دوت ممكن ان انت تنفذه من اي مخزن او في غرفه في منزلك، بس لو منزلك في دور واطي عشان ما تبداش ان انت ترهق في الطلوع والنزول بتاع كميه المواد الكيماوية. ربحك في كل 50 عبوة هتوزعهم ربحك فيهم 350 جنيه، ده لو وزعت 50 عبوة خدتهم على تروزيك او خدتهم على عربية سوزوكي او عربية نص نقل وبدأت ان انت توزعهم على الاماكن، ربحك في كل 200 عبوة هتوزعهم 1400 جنيه. طيب ال 200 عبوة دول ممكن انا اوزعهم في قد ايه؟ بص المشروع بتاعنا مشروع بياع، يعني مشروع مرغوب قوي في السوق، والاماكن اللي انا هقولها لك هكرر اقولها لك بترغب وبتستهلك المنتج ده بشكل استهلاكي كبير جدا، يعني ممكن انت تروح فندق مثلا يقول لك سيب لي 5 قارورات، القاروره 5 لتر، تروح مثلا اي سوبر ماركت يقول لك مثلا تعالى لي كل اسبوع سيب لي 3 قارورات، لان الاواني بتاعتهم والاماكن بتاعتهم بتحتاج ان هي تتنظف بالصابون السائل بشكل مستمر، والنظافه والتعقيم بتاعه الوباء والحاجات اللي يعني ادوات التعقيم وادوات النظافه اليومين دول شغاله بشكل كبير جدا، انصحك ان انت تنفذ مشروع زي دوت باقصى سرعه. ال 200 عبوه دول انت ممكن توزعهم في قد ايه؟ انت ممكن توزعهم في حوالي اسبوع، مثلا في 4 ايام، في 3 ايام، ويعود عليك صافي الربح بتاعهم 1400 جنيه بعد ما تطلع ثمن الكيماويات، وبعد ما تطلع ثمن القوارير البلاستيك، بعد ما تطلع ثمن كل حاجه، واساسي لازم ان انت ترخص مشروعك وتقننه، تحط الترخيص بتاعه كده عشان توزع بشكل مستريح كده والناس كلها تثق في المنتج بتاعك. ربحك في كل 500 عبوه، لو فرضنا مثلا ان انت في اسبوع اتشهرت وبدات ان انت توزع كل يوم مثلا 80 ل 100 عبوه، اخر الاسبوع هتوزع 500 عبوه بربح 3500 جنيه لمجرد ان انت جبت الميكسر زي ما سبق وقلت لك وبدات ان انت توزع المنتج ده، والميكسر على فكره ما بيتعبكش في اي حاجه لمجرد بس ان انت حفظت المقادير من الخامات اللي حاسب لك اسمائها في صندوق الوصف، بدات ان انت تكتبها في ورقه وحفظت المقادير، وعلى فكره الطريقه بتاعت الخرط متوفره على اليوتيوب، هتلاقي اكتر
اكتر من 50 فيديو بيصنعوا الصابون السائل في المنازل وفي المصانع. هتلاقي كمان على اليوتيوب مصانع بتصنع الصابون السائل بالمقادير، يقول لك حط مثلا كيلو من كذا، 2 كيلو من كذا، 50 جرام من كذا، 100 جرام من كذا، عشان توزع او تصنع اللزوجة والخامة بتاعت الصابون السائل، تصنعها جيدة وتترغب في السوق منك وتتسحب بشكل كبير. مشروع حيوي جدا وجميل جدا بجد، انا بنصحك ان انت تفكر فيه باقصى سرعة لو انت عايز تنفذ مشروع يعود عليك بربح جميل جدا. وبكده يبقى انتهى مشروعنا وانتهت حلقتنا. لو عجبك الفيديو ما تنساش السبسكرايب، اشتراكك في القناة، ويا ريت تدينا لايك كده كنوع من انواع الدعم. استودعكم في رعاية الله، مع السلامة.